من أجواء الثقافة أيضا إلى أجواء إرث وثقافة من نوع آخر. نتحدث عن جماهير فلامينغو، نتحدث عن استقبالها لفريق فلامينغو أو توديعها لفريق فلامينغو. بالمناسبة آنيا في جماهير فلامينغو تعتبر إرث لمدينة الريو، حتى عمدة المدينة قال أن من يعتبروا تقريبا، يقال أن أكثر من 30 مليون مشجع لهذا الفريق من جماهيرية إن لم يكن رهيبة. الأول، لا أريد أن أجزم لأن الأرقام صعب تحصرها في عدد المناصرين، بس من أكثر الفرق شعبية على مستوى العالم. يعني شوف هذا حشد جماهيري في وداع بعثة فلامينغو لحظة مغادرة الفريق البرازيل. نذكر بأنه فريق فلامينغو فاز بلقب الدوري البرازيلي للمرة السادسة في تاريخه، وفاز أيضا بلقب كأس ليبرتادوريس. ونتابعت يوم فوزهم بكأس ليبرتادوريس، يعني تشعر أنها مظاهرة حاشدة. يعني العدد لأنها غابت كثير سنوات، غابت صحيح. على خزائن الفريق. زد على ذلك آنيا، يكفي نادي فلامينغو كمحبين للكرة طلعنا أسماء كبيرة في عالم الكرة البرازيلية. يكفي أن نقول زيكو خريج من فلامينغو، يكفي أن نقول بيبيتو لعب لفلامينغو، يكفي أن نقول رونالدينيو، نقول أدريانو، نقول أسماء كبيرة طلع هذا الفريق. يعني شيء كبير يعني لريو، للبرازيل بشكل عام. والكرة تختلف هناك، عندهم أجواء صحيح. كرة رحنا للبرازيل وشفنا البرازيل، الكرة عندهم مثل الديانة، مثل الهواء، الأكسجين بالضبط. طيب في أجواء فلامينغو إلى صفوان أبو شنب، معنا مباشرة من مطار حمد الدول.